بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما احنا شايفين في الصورة، الصورة ديت نزلت على موقع وزارة التربية والتعليم، مكتوب عليها طريقة جديدة لجلوس الطلبة في الفصول. الطريقة ديت هتبقى عبارة عن ان الطلاب هيقعدوا على شكل دائري زي ما احنا شايفين في الصورة كده، علشان من اجل حاجة اسمها التعليم التفاعلي، عشان يبقى في تفاعل ما بين الطلاب وما بين المدرس وما بين الطلاب بعضهم وبعض. الصورة ديت نزلت امبارع على وزارة التربية والتعليم، ومكتوب تحتها تم تغيير طريقة جلوس الطلبة في الفصول لتتناسب مع رؤية التعليم الجديدة المبنية على التعليم التفاعلي. طيب، بالنسبة لآراء جمهور السوشيال ميديا أو جمهور الفيسبوك، تعال نشوف ايه كان رأيه على الصورة دي. سارة القاسم بتقول دي الفصول أكبرها 4 متر في 4 متر وفي أكتر من 70 طفل، هتتعمل ازاي دي؟ بعد كده سلوى ردت عليها قالت لها بالنسبة للمساحة فهي مش مشكلة، في مدارس السعودية الحكومية الفصول تقريبا نفس المساحة وكانوا بيتبعوا الطرق والجلسات التفاعلية ديت. شيماء بتقول حضرتك احنا الفصل عندنا فيه 127 طالب، هنقعدهم ازاي؟ عادل محمد بيقول شكلها كده القعدة بالمشاريب. في عندنا محمد جلال بيقول للأسف لن ينفذ إلا في المدارس الخاصة، فكثافة الفصول في المدارس الحكومية العام الماضي 58 والحالي 70 ويزيد. بعد كده عبد الرحمن صلاح بيقول مش لما يبقى فيه فصول. شاركونا بأراءكم وعرفونا رأيكم في نظام التعليم الجديد اللي هو 2.0، وهل هيقدروا فعلا يطبقوا الموضوع الديسكات اللي هي على شكل دائري التفاعلية ولا لا في المدارس؟